هنلقي الضوء النهارده زي ما قلت لحضراتكم على استعداد منتخبنا للمباراه المهمه جدا ان شاء الله يوم الخميس الجاي امام بوركينا فاسو، وبعديها ان شاء الله لمباراه غينيا بيساو. هنتعرف على على الاجواء داخل المعسكر، هنتكلم على استعدادات فرقتنا المنتخبنا في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا. كلنا عندنا امال كثيره جدا جدا على مستوى ان شاء الله اداء هذه المباراه. طيب، خبر حالا حصري هنا للمحترف وقناه النادي الاهلي، الكابتن حسام حسن بيستدعي انضمام عمر كمال عبد الواحد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو. زي ما حضراتكم شايفين، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده حسام حسن وابراهيم حسن مدير المنتخب استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجالي في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد إصابة أحمد فتوح. الحقيقة يعني هو خبر الحقيقة اتأخر، يعني خلينا كلنا كنا بنتكلم قبل استدعاء عمر كمال. الحقيقة بنقول مبروك لعمر، يستاهل طبعا، وكل الناس كانت بتتكلم على عمر كمال انه لاعب جوكر بيأدي في مراكز كثيرة جدا في الملعب ومتألق مع النادي الاهلي، فبنقول له مبروك وكلنا ثقة فيك وكلنا ثقة الحقيقة في كل لاعبتنا الموجودة. لكن كمان هو ده اللي كنا بنتكلم عليه، وده كمان خلي بالكم ده لا يقلل ابدا ابدا من الكابتن حسام حسن، لان الناس هتقول لك طب ما كان من الاول كانوا خدوا، طب ما خدوش ليه من الاول؟ الحقيقة إصابة طبعا فتوح وعندنا إيقاف لمحمد حمدي، لكن بحيي الكابتن حسام حسن الحقيقة، لأنه يعني عمل الصح إن هو استدعى عمر كمال عبد الواحد. هنيجي بقى أصل كان من الأول مش من الأول، لا يعني كويس إنك يعني زي ما بيقولوا كده جيت متأخر شوية أحسن ما كنتش جيت خالص. فالأمور الحقيقة إن شاء الله بإذن الله يكون فيها الخير، وإن شاء الله الأمور تمشي على مستوى ان شاء الله الفوز بمباراه بوركينا فاسو وبعديها مباراه غينيا بيساو. فعمر الحقيقه بنتمنى له كل التوفيق. عمر كمال الحقيقه حتى كان متواجد هنا في قناه النادي الاهلي واتكلم بكل احترام، وكان الناس بتقول اصل الكابتن حسام حسن من ايام ما كان عمر بيلعب وكان في مشاكل على المستوى، وكان بيلعب في المصري كان في مشاكل على المستوى الشخصي. لكن الحقيقه كل ده حتى لو كان في بعض يعني اختلافات وجهات النظر ما بين لعيب ومدير فني، ده بيجي عند منتخب مصر وده يتمسح باستيكا. يعني الموضوع ده لا يحسب نهائيا. انت بتشتغل لبلد، انت بتشتغل لمنتخب، وحتى على مستوى الانديه ما بيكونش فيها هذه الحسابات. يعني انا لو لعيب عندي وعارف انه هيكسبني مش هلعبه عشان عندي اختلاف في وجهات النظر، لا دي جزئيه مختلفه تماما، والحياه الاحترافيه الحقيقه ما فيهاش كل الكلام اللي بقول عليه ده. فكل دوت الحقيقة بينهي كمان كل ما قيل الفترة اللي فاتت ان الكابتن حسام بيصفي حساباته مع عمر، علشان كان لما كان في المصري كان في اختلافات وكان وكان وكان. الحقيقة استدعاء الكابتن حسام لعمر بيأكد ان كلنا بنفتح صفحة جديدة، وزي ما شفنا محمد صلاح في المعسكر المنتخب وبيلتقط الصور مع زملائه كالعادة، وجلسة ودية ما بينه وما بين الكابتن حسام حسن، وكان وجود الدكتور أشرف صبحي. الأمور كلها الحقيقة ماشية في الإطار الصحيح اللي المفروض كان يبدأ فيه من بدري شوية. شايفين زي ما بقول لحضراتكم الروح إن شاء الله بإذن الله الروح عالية جدا في المعسكر، الاستعداد على قدم وساق، كل اللعيبة متواجدة بشكل رسمي خلاص. حضراتكم عارفين إن النهاردة كمان خرج أحمد فتوح من المعسكر نتيجة إصابته، بيقولوا يعني ما تقدم به التقرير انه اصابه جديده مش في العضله الضامه، لكن في اصابه في كاحل القدم، وهيحتاج لفتره طويله للعلاج. وبالتالي اسرع الكابتن حسام حسن في يعني استدعاء عمر كمال عبد الواحد، لان كان الناس بقى بدات تتكلم كابتن حسام طب ما هيلاعب مين باك شمال؟ يعني فتوح اتعور ومحمد حمدي موقوف، فكان بعض الناس بقى بتقول هيتصرف في الجزئيه دي ازاي. الحقيقه تاني بحيي الكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن على استدعائه لعمر كمال عبد الواحد، لان زي ما بقول لا يصح الا الصحيح. كل حاجه
لازم نشتغلها في صالح بلدنا وصالح منتخبنا، وده إن شاء الله بإذن الله يكون أول خطوة إيجابية في طريق الوصول لكأس العالم 2026. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم كل ده بقى هنناقشه كمان مع نجمنا أحمد مجدي، لكن نرجع بقى لنادينا العظيم النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين بيستعد لمباريات الدوري المحلي، لعيبتنا في المنتخب، لكن كمان اللعيبة خدت راحة، والنهاردة إن شاء الله هيبدأ المران مرة تانية استعدادا للدوري، استعدادا للدوري طبعا فريق أمام فريق فاركو إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة 14، وبدأ التدريبات. وحضراتكم عارفين إن يعني كمان كولر رجع من أجازته القصيرة في سويسرا وبدأ مرة تانية، أو هيبدأ النهاردة إن شاء الله الساعة 8 في تدريب على استاد مختار التتش، بيستعدوا بقى جديا ل عودة الدوري. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، اللعيبة يا رب إن شاء الله ترجع سليمة، لكن إن شاء الله بإذن الله استعدادات فرقتنا إن شاء الله على أعلى مستوى، بنستعد بشكل جيد جدا، لأن زي ما قلت لحضراتكم في يعني خلال الفترة اللي جاية النادي الأهلي هيلعب 9 مباريات في الدوري المحلي في 27 يوم، أنت بتتكلم تقريبا كل يومين مباراة. يا رب ان شاء الله كل لاعبتنا الدوليه ترجع ان شاء الله باذن الله بالست نقاط من الماتشين مع المنتخب، ويكونوا ان شاء الله باذن الله سلام، علشان ان شاء الله تستمر الاستعدادات والنادي الاهلي كمان يركز في بطوله الدوري. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله هنرجع مع حضراتكم نكمل ملفات حلقتنا في المحترفه.